ازاي ان احنا يعني نتصدى لهذا الامر ويطلع من هنا من مصر. واللي انا الكلام اللي انا قلته ده قبل كده كتير، ازاي يطلع من مصر مسار عملي حقيقي للاسلام السمح حقيقه، ممارسات حقيقيه مش نصوص نقدر نكررها في الخطب بتاعتنا يوم الجمعه او حتى في التلفزيون او في المؤتمرات والمنتديات اللي بنعملها، سلوكيات حقيقيه للمسلمين. يعني حد يقول لي في مصر كده كام في المية منهم ما كذبش في حياته كذبه؟ كام؟ ولا اقول كام في المية كذب في حياته كذبه؟ صحيح انا بكلمكم الكلام ده وانا بتكلم معاكم، اوعى تكونوا متصورين ان انا بكلمه للازهر او الاوقاف او لاي حد، انا بكلمه لكل المصريين عشان بس الامور تبقى واضحه. يا ترى احنا سلوكياتنا، والكلام ده يمكن ثالث او رابع مره، سلوكياتنا بعيده خالص، سلوكياتنا بعيده خالص عن صحيح الدين، في الصدق، في الامانه، في عدم الكذب، في اتقان العمل، في احترام الاخرين والرحمه بالناس. في احنا ده انا بشوف العجب والله بشوف العجب، بشوف العجب في اثناء اداره الدوله، العجب من الناس. فانتوا تصدوا بجلاء، تصدوا بجلاء. بالمناسبه وارجو ان الكلمه دي تبقى في محلها، يعني الانسان دايما مشارب معرفته بتؤثر كتير على فكره. يعني العقليه الدينيه غير العقليه القانونيه غير العقليه السياسية غير العقلية الاقتصادية. لكن في تقديري ان رجل الدين الحقيقي الذي سيتصدى يجب ان تكون عقليته جامعة لكل العلوم حتى يستطيع ان يتكلم